على أطراف الصحراء تقف هذه المدينة لتخلد حضارة كل شيء فيها ينبئك بالتاريخ. إنها شبام حضرموت، أقدم ناطحات سحاب في العالم بنيت من الطين. بيوت فريدة في فنها المعماري، اشترك الإنسان وبيئته في تصميمها لتكون إحدى مدارس العمارة الطينية في وادي حضرموت. شبام منذ نشأتها وحتى اليوم تعرضت لمخاطر شتى، ليس بفعل الإنسان ولكنها بفعل الأمطار والسيول والفيضانات المفاجئة التي كان آخرها مارس 2013. هذه المخاطر دفعت بالهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية إلى وضع خطط واستراتيجيات عاجلة لترميم وإصلاح كافة الأضرار التي تحدث للمباني في المدينة. على بعد مئات الكيلومترات من المدينة، سمعت مؤسسة دوعا للعمارة الطينية بما تعرضت له شبام، فجاءت مهرولة لتقوم بدورها في تقديم المشروع الطارئ الذي تقدمت به الهيئة إلى صندوق الأمير كلاوس للتنمية الثقافية بهولندا. تضافر الجهود الإشرافية لمؤسسة دوعاً والمسؤولية التنفيذية لمكتب الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بشبام جعلت المشروع يدخل حيز التنفيذ على أرض الواقع. فبطريقة تقليدية وبنفس المواد الأصلية للمباني من طين ونورة وتبن وبعمالة محلية، بدأت أعمال الترميم بنزع التليس القديم لجميع الجدران المتضررة والمهترئة، حيث تدعى هذه المرحلة بالقراشة. بعد ذلك يتم التليس بالطين مع مادة التبن وهو ناتج تصفية القمح، ويطلق على هذه العملية بالمحضة بالطين، حيث تنفذ على مرحلتين، محضة أولى ثم محضة ثانية. أما المرحلة الثالثة فتبدأ بعد جفاف الجدران، إذ يقوم العامل بتلييس الجدران بمادة النورة بعد تجهيزها، وهي عبارة عن نورة مضاف إليها مادة النيس أو ما يعرف بالبطحاء.
وبعد انتهاء التلييس بالنورة تنفذ عملية الرشنة، وهي وضع النيس على الجدران المطلية بالنورة لكسب المتانة والقوة، ثم تدك جيدا بقطعة حديدية تسمى الحديدة والتي صنعت محليا. وبعد ذلك يتم التتويج النهائي لأعمال الترميم من خلال دهان الجدران بمادة النورة الرقيقة، والتي هي عبارة عن نورة مضاف لها كمية من الماء بنسبة كبيرة. مشروع ترميم مباني مدينة شبام الذي نفذ خلال عام كامل في الفترة من أغسطس 2013 وحتى يونيو 2014 ترك نتائج إيجابية في المدينة، حيث حافظ على عدد من مباني مدينة شبام حضرموت المهددة بالانهيار نتيجة الأمطار والسيول، وكذلك تم من خلاله استرجاع عدد من الأسر التي خرجت من المدينة بسبب الأضرار الخطيرة التي لحقت بالمباني التي كانوا يسكنونها. وأيضا ساهم في تشجيع العمالة المحلية المتخصصة بالبناء والترميم بعد أن توقفت جميع مشاريع الترميم في مدينة شبام بسبب ما تعيشه اليمن من أزمة سياسية ومشاكل اقتصادية. بصمات هذا المشروع جعل أهل المدينة يرفعون آيات الشكر والثناء لكل من ساهم في تنفيذه، وفي مقدمتهم صندوق الأمير كلاوس للتنمية الثقافية بهولندا، وأيضا مؤسسة دوعا للعمارة الطينية، وصاحبة الاهتمام المعهود بالتراث المعماري الطيني سعادة الدكتورة سلمى سمر الدملوجي، وكل من ساهم ويساهم في الحفاظ على حضارة الأجداد العظيمة.